أهلا ومرحبا بكم طلابي أعزائي طلاب الصف السابع في دروس اللغة العربية الجميلة. سأقوم اليوم بعرض مادة الأسبوع الأول، وهي لفن من الفنون الأدبية التي سنقوم بدراستها تحت عنوان فن المقال. لذلك لابد أن أوضح الأهداف المرجو تحقيقها من هنا. الأهداف: بيان موضوعات الوحدة وتوضيح المطلوب من كل موضوع من هذه الموضوعات. بداية أعزائي الطلاب، وقبل أن نبدأ بدروس اللغة العربية، سيكون لدينا أنشطة ممتعة وجميلة تجذبكم لهذه الدروس، حيث سنقوم بعمل أنشطة تفاعلية في اليوم الأول، هدفها أن نتعرف على بعضنا البعض وأيضاً كسر الحاجز لهذه المادة. كما سأقوم في اليوم الثاني بالتعريف عن مادة اللغة والأدب، وهي المادة الجديدة التي ستقومون بدراستها لهذه السنة. سأقوم بتعريفكم للمفاهيم التي سنقوم بدراستها في هذه الوحدة، السياق العالمي ومهارات التعلم وأهداف هذه الوحدة بالتفصيل. وبعد أن ننتهي من الأنشطة التفاعلية والتعريف عن مادة اللغة والأدب، سنبدأ بتعريف لفن من الفنون الأدبية. كما تعلمون أعزائي الطلاب، الفنون الأدبية متنوعة في مادة اللغة العربية، منها الشعر والنثر والمقال والقصة والمسرح. نحن سنتناول فن من هذه الفنون، وهو فن المقال، حيث سنعرف هذا الفن ونذكر أنواعه وخصائصه، ثم سنقوم بدراسة بعض المقالات بدايتها نص بعنوان التدخين. سنقوم بتحليل هذا النص إلى مهارات مختلفة، فكما تعلمون أن اللغة العربية مهارات، منها الاستماع والتحدث، القراءة والكتابة، والقواعد والتراكيب اللغوية. لذلك أعزائي الطلاب، لابد عند دراسة المقال من دراسة وتذكر علامات الترقيم التي قمتم بدراستها سابقاً، كالفاصلة والفاصلة المنقوطة، التعجب والاستفهام، والقوسين والنقطتين الرأسيتين والثلاث نقاط، لأن هذه العلامات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكتابة المقالة التي ستقومون بإعدادها بعد الانتهاء من دراسة النصوص التي سنحللها. ثم بعد ذلك ستقومون بإنشاء أمثلة في جمل على علامات الترقيم، وننتقل إلى النص الذي سنقوم بتحليله، ونبدأ بأول مهارة من هذه المهارات، وهي سنقوم أعزائي الطلاب بدراسة أول مهارة من مهارات اللغة العربية، وهي مهارة الاستماع لنص ذكرته سابقاً وهو بعنوان التدخين، حيث سأقوم بقراءة نص عليكم في الحصة، وستقومون بالإجابة عن أسئلة خاصة به لتقيم فهمك وتركيزك من خلال الاستماع. والواجب ذكره أنه هناك مهارات وآداب للاستماع عليك التقيد بها، وهي الإنصات. أقصد بالإنصات أي أن تترك كل ما حولك وتستمع لمن يقرأ، والانتباه والتركيز، وأن تنظر إلى المتحدث، لأنني قد أومئ بإشارات وحركات جسدية تقرب لك المعنى، وعدم المقاطعة، وهذه مهمة جدا لأن هناك زملاء غيرك أيضا يستمعون، فلا نريد أن نقطع أفكارهم، إظهار الفهم وتأجيل الحكم حتى النهاية. يعني قد لا تذكر أن النص قد يكون مفيدا أو جميلا أو سيئا أو إلا عند الانتهاء، وتدوين الملاحظات. مثلاً هناك من ينسى الأرقام والتواريخ، فعليك أن تدون أو تسجل ملاحظاتك إذا كانت
هامة وكثيرة. وأذكر أيضا مهارة التحدث، وهي عبارة عن أن تتحدث في نفس الموضوع وهو التدخين ورأيك، ومبينا رأيك فيه بلغة عربية فصيحة. ومن الجدير ذكره أنك تعطى وقتا لتحضير ما ستتحدث به أنت وحدك أو أنت ومجموعتك. هذه هي موضوعات الأسبوع الأول، أتمنى أن يكون أسبوعا ممتعا. أراكم في دروس قادمة وإلى اللقاء.